طيران ماهان الإيراني الناقل الرسمي لكورونا إلى الشرق الأوسط. تحقيق استقصائي لبي بي سي يكشف استمرار الرحلات الجوية إلى العراق وسوريا والصين رغم الحظر وتساؤلات بشأن تعمد الإرهاب البيولوجي. أردوغان راحل لا محالة. استطلاعات الرأي تؤيد توجهات المعارضة التركية ومطالبها بإنهاء الفرد، والرئيس التركي يستتر خلف المرتزقة والجبهات الخارجية للهروب من الفشل الذريع في التعامل مع كورونا. طبعا مساكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض. في ملفنا الأول لهذه الحلقة، كشف تحقيق أجرته البي بي سي عن كيفية إسهام طيران ماهان الإيراني بانتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط. الطيران الذي يرتبط بالحرس الثوري تحدى قرارات بعض الحكومات من خلال استمراره بتسيير رحلات إلى دول حظرت السفر من وإلى إيران بعد أن أصبحت بؤرة لانتشار الفيروس. التحقيق استطاع تأكيد أن أولى الحالات المصابة في العراق ولبنان كانت لمسافرين على رحلات طيران ماهان واصلت إلى الصين رحلاتها حتى في ذروة الانتشار. فهل تتحمل الدول التي سمحت للطيران الإيراني بالهبوط في بلدانها مسؤولية بجانب إيران؟ هل تعمدت إيران نشر الإرهاب البيولوجي أم أن سوء الإدارة هو السبب في هذه المشكلة؟ نفتح ملف إيران ونشر كورونا بعد قليل. أهلا بكم للنقاش في هذا الملف. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من المدينة المنورة عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس من واشنطن الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني دكتور حسن هاشميان. دكتور النحاس، يعني إذا كانت هذه إسهام شركة طيران واحدة إيرانية في نشر كورونا في الشرق الأوسط، هل كان مفاجئا بالنسبة لك ما خلص إليه التحقيق الذي أجرته بي بي سي؟ ابدا ياتي ضمن التوقعات حقيقه تجاه هذه الدوله. تاريخ الدوله الايرانيه في جميع المجالات ليس فقط في نشر فيروس كورونا، وانما تعدى ذلك الى 40 عاما من الاعمال السلبيه ودعني اقول والمصائب التي تاتي الى جميع دول منطقه الشرق الاوسط ومنها الارهاب والتطرف وغيره. وبالتالي هذه إحدى الأمور السلبية الأخرى أو الأمور الإرهابية أو التطرف الذي تمارسه الدول الإيرانية تجاه الدول الأخرى. وحقيقة تقرير البي بي سي الذي أتيتم أيضا عليه وتفضلتم بالتقرير أيضا هو يأتي من جهة يعتبر أنها محايدة ويعتبر أيضا أنها تميل إلى بعض الأحيان أيضا إلى الدولة الإيرانية بشكل أو بآخر بحسب تلك القنوات، بعض القنوات المحسوبة على البي بي سي، ومع ذلك أتت بمثل هذا التقرير الذي يعتبر دليل جديد من الأدلة التي تدين الدولة الإيرانية
بانها تنشر التطرف والارهاب وتنشر ايضا الكوارث. وايضا انتم اتيتم على كلمه وهي الحرب البيولوجيه، وهي قد تكون نوع جديد ايضا من الحروب، دعني اقول السلبيه والخفيه التي تمارسها الدوله الايرانيه تجاه شعوب منطقه إذن الشرق هل الاوسط. تعتقد أن إيران كانت متعمدة لنشر الفيروس أم أنه خطأ يعني في التقدير وربما الإدارة؟ لا يمكن ان يكون صدفه او خطا او سوء اداره. مثل هذه الاعمال تعتبر متعمده ومخطط لها، قد يكون مسبقا منذ ان، دعني اقول، ان لم تكن تعلم بالفيروس من قبل، دعني اقول انها عندما علمت بوجود هذا الفيروس في ووهان الصينيه مارست ذلك الدور، لانه لو كان صدفه لاوقفت الطيران بشكل مباشر بعد ان اعلن بانه وباء عالمي. اما عندما تستمر بمثل هذه الاعمال السلبيه والطيران وعدم توقيفه، بل وعندما تعلن بانه توقف وبعد ذلك تمارس مثل هذه الدور السلبيه، طيب هذه سياسه ايرانيه مقصوده تضاف الى السياسات الايرانيه السلبيه التي عهدناها خلال او على مدى 4 عقود ماضيه. طيب دكتور هاشميان، يعني هذه الشركه، شركه مهان، واصلت رحلاتها الى الصين برغم انه ايران حظرت كل الرحلات من وإلى الصين، ولكن هذه الشركة تحديدا والتي يقال بأن لها ارتباط بالحرس الثوري واصلت رحلاتها إلى الصين رغم ذلك، وتم إسكات أفراد الطواقم وتهديدهم بالإحالة إلى القضاء بعد تعبيرهم عن المخاوف. هل تعتقد أن هذا الأمر، نشر كورونا في الشرق الأوسط، يعني أمر متعمد؟ نعم، بتقديري أنا كان متعمد، وهناك أدلة على هذا الموضوع. إيران وخاصة الحرس الثوري كان غير متخوف أبدا من انتشار هذا المرض في داخل إيران. أولا انتشار هذا المرض بين طواقم الرحلات وطيران مهان، وثم انتقاله إلى داخل، حتى منعوا هؤلاء الذين كانوا يشعرون بالمرض أو إصابتهم بالمرض أن يدخلوا في حجر صحي أو يراجعوا الطبيب، وأجبروهم على استمرار رحلاتهم وعملهم في هذه الظروف. وبعدين هم كان لديهم معلومات دقيقة بأن هناك مجموعة من طواقم مهان كانوا مصابين بهذا المرض، ولكن نقلوا هؤلاء الطواقم إلى الطيران الداخلي في داخل إيران. يعني نعم. طيب هل تعتقد دكتور هاشميان، طيب لأنه هناك تقريبا حوالي 55% حصة للحكومة في مهان، بالتالي عندما تسير رحلات في وقت الحظر معنى هذا أنها بالفعل أخذت إذنا من السلطات الإيرانية، أليس كذلك؟ الحكومة الإيرانية في 1 فبراير منعت رحلات كل الرحلات إلى الصين، وأيضا باقي الرحلات إلى مكانات أخرى، ولكن هذه الشركة استمرت أكثر من 150 رحلة من بعد 1 فبراير 2020. لذلك هذا يعني أن هناك جهة متمكنة وقوية تستطيع أن تتخلى عن أوامر ومرسومات الحكومة المتعلقة بحسن روحاني، وهذه الجهة في إيران معروفة، يعني الحرس الثوري والمجموعات التابعة للحرس الثوري والولي الفقيه هي كانت تقف وراء هذه الشركة، وهناك يعني جهات معروفة أن هي صاحبة أسهم هذه الشركة الذي تخلت عن أوامر الحكومة واستمرت برحلاتها للصين وثم داخل إيران وثم إلى لبنان وإلى العراق ومكانات أخرى، وانتشار هذا المرض في كل الشرق الأوسط بعد إيران. وهناك كان لديهم هدف واضح، يعني هذا الهدف تم ظهوره بعد فترة عندما قالوا أن العقوبات هي التي أثرت على تفشي المرض في داخل إيران، ورادوا تمويه هذه القضية ويستغلون قضية الكورونا لرفع العقوبات عن نظامهم وعن الولي الفقيه. لذلك هم كانوا بدراسة جدا وبدراية قوية تجاه هذه الأهداف. طيب دكتور النحاس، هناك دول يعني هبطت فيها هذه الرحلات عربيا، لدينا سوريا وأيضا
ربما العراق، لبنان، دول أخرى وحتى خارج المنطقة، تركيا على سبيل المثال. هل تشاطر إيران جزءا من مسؤوليات انتشار الفيروس في المنطقة برأيك، أم أنها بالفعل ضحية؟ لا أعتقد أنها ضحية إذا لم يكن الغرض من هذه الرحلات هو عودة المواطنين لتلك الدول، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو تركيا أو غيرها من دول. أما إذا كان لأغراض تجارية كما هو في الأمور المعتادة أو في الأوقات المعتادة، فأعتقد أن هذه الدول أخطأت خطأ جسيم بأنها، دعني أقول، تهاونت كثيرا بصحة أبنائها وصحة مجتمعها على حساب قد يكون علاقات سياسية، علاقات اقتصادية، علاقات تجارية مع الدولة الإيرانية، أو وعود لإنقاذ الدولة الإيرانية من، دعني أقول، المقاطعة الاقتصادية التي تعاني منها. لأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتنازل عن صحة شعبها فقط لأغراض خدمة الآخرين، وهنا الدول الأخرى تتحمل، حكومة الدول الأخرى تتحمل على أقل تقدير مسؤولية أخلاقية أمام شعوبها بأنها ساهمت في انتشار هذا الفيروس أو نقله على أقل تقدير إلى داخل تلك الدول. والآن هذه الدول تعاني أو يعاني الكثير من أبنائها، بل ومنهم من انتقل إلى رحمة الله، وبالتالي من يعوض هؤلاء ومن يتحمل المسؤولية أمام شعوبهم إلا حكوماتهم التي سمحت لمثل هذه، دعني أقول، الرحلات الجوية التي أجمع العالم بأن يجب أن تتوقف عند مرحلة معينة عندما أعلن. طيب دكتور نحاس، كان هناك معلومات نشرت عن دولة عربية بأنه كان هناك تنبيه لهم بأنه هناك علامات أن الطائرة القادمة من طهران كان هناك حالات مصابة، ولم يجري لا فحصهم ولا عزلهم في مطار هذه الدولة. بالتالي دولة كهذه يبدو أنها شريك، ولكن لا تستطيع أساسا أن تقدم على مقاضاة أو مطالبة بتعويضات مستقبلا، أليس كذلك؟ يبدو أنه مثل هذا الفعل يعتبر هذه الدولة فاقدة للسيادة أو السياسة، يعني الحكومة لا تمارس السياسة بالمعنى الحقيقي، بل بالعكس بأنها تدار من الخارج. ولاحظنا يعني مثل هذه، دعني أقول، قد يكون الحكومة اللبنانية تتحمل جزء في هذا الوضع، إن كان يقصد هنا الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر، أو حتى إن كان السورية والعراقية، وبالتالي هذه تعتبر فاقدة للسيادة. وأيضا دعني أقول المستوى الأخلاقي لدى هذه الحكومات التي سمحت لمثل هذا الوباء أن يأتي، وأيضا عدم الاحترازات وعدم أخذ الاحتياطات، تعتبر مسؤولية قد تصل إلى مرحلة الإجرام تجاه شعبها. لأنه عندما نشاهد الآن هذا، دعني أقول، الانتشار الكبير للوباء في داخل لبنان بالتحديد، دعني أقول، ولعل الممارسات الإيرانية تجاه لبنان فاقت أن تكون حقيقة يعني علاقات طبيعية دولة لدولة، بل وتجاوزت لي، دعني أقول، سلب السيادة الداخلية. والآن داخل الدولة اللبنانية يعاني كثيرا من هؤلاء، وبالتالي على الحكومة اللبنانية، دعني أقول، على الرئاسة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية حقيقية أمام شعبها على أقل تقدير أخلاقية، أن يخرج مسؤول كبير في تلك الدولة ويعتذر على أقل تقدير لشعبه الذي يعاني، وهو يعاني من قبل هذه الجائحة، فما بالك عندما ينتشر هذا الوباء في ضعف، خاصة في ظل ضعف الإمكانات الكبيرة جدا وتدهور الاقتصادي الكبير. طيب دكتور هاشميان، هل من أسباب أخرى، أنت ذكرت بأنه إيران كانت تسعى إلى رفع العقوبات عنها مستغلة هذا الوضع ربما، لكن هل كان ذلك يستحق بالنظر إلى الأرقام، أرقام الإصابات في إيران وأرقام الوفيات فيها؟ الحرس الثوري ونظام الولي الفقيه لا يهتم إطلاقا ب يعني عدد الضحايا في إيران. الآن في إيران أكثر من 30,000 شخص يموتون في حوادث السير في إيران، يعني هم غير مهتمين. هناك لدينا حوادث أخرى، لدينا حالات أخرى في هذه الأعداد وفي هذه المستويات. النظام الإيراني غير مهتم إطلاقا لموضوع حماية الشعب الإيراني، وهذا الموضوع موجود في كل سلوكه، من الاقتصاد إلى السياسة إلى مواضيع أخرى، إلى مغامراته في المنطقة وحروبه في المنطقة. لذلك هذا النظام أبدا لا يهتم إلى الإنسان وقتل الإنسان ودمار الإنسان في هذه المسائل. هذا النظام فقط يهتم
كيف نصل إلى الغاية المطلوبة ونحقق أهدافنا. الغاية تبرر الوسيلة عند الولي الفقيه، لذلك هم يستخدمون كل الوسائل، وأهم الوسيلة اللي استخدموها في هذه الآونة لموضوع العقوبات التفشي في داخل إيران والأموات التي سقطت في داخل إيران، واستغلوها في أقل تقدير استغلال إعلامي قوي، حتى بعض الدول الأوروبية كانت متعاطفة معهم. لذلك يبدو أن هناك استغلال على أكثر أو تحرك على أكثر من محور. هناك معلومات بأنه فيسبوك أوقفت حسابات إيرانية ناشطة كانت تهدف للتأثير على الانتخابات الأمريكية، يعني هذا نشاط إعلامي آخر. فهل تتوقع أن تسوء الأمور مجددا وبشكل أكبر مع الولايات المتحدة بعد هذا الكشف؟ هناك صراع موجود مع الولايات المتحدة، وإيران لديها مصلحة كبيرة في تدخل في الانتخابات الأمريكية ودعم المنافس للسيد ترامب يعني جو بايدن. وجو بايدن هو معروف بعلاقاته مع النظام الإيراني ومع محمد جواد ظريف، وهناك مسائل أكثر من يعني موضوع جو بايدن دخل عليها ودعم نظام الولي الفقيه منذ مجيء السيد أوباما للحكم في 2009. أنا أعتقد إيران تسعى إلى التدخل، وفي الآونة القادمة سنشهد تدخلات أكثر. مثلا هنا في الولايات المتحدة إيران تحظى بلوبي جدا قوي ومتمكن في المجتمع الأمريكي. هناك جالية إيرانية كبيرة في بعض المناطق من أمريكا، ومع الأسف كلها موالية للنظام الإيراني. يعني هذا الشيء نحن نستغربه هنا في داخل الولايات المتحدة. لذلك تستخدم كل هذه الأوراق، تستخدم الأوراق الإعلامية، تستخدم الأوراق السياسية المالية، الإرهاب ومجموعاته وميليشياته في المنطقة وخاصة في العراق ولبنان ومكانات أخرى للتأثير على انتخاب السيد ترامب. طيب دكتور النحاس، هل يحق للدول التي تضررت أن تطالب إيران بتعويضات برأيك؟ أبسط حقوق تلك الدول، لأنه عندما تتضرر هذه الدول فهي تنفق الكثير من الأموال، بل وفقدت الكثير أيضا من أبنائها. فبالتالي أعتقد أنه حتى القانون الدولي وخبراء القانون الدولي قد يفيد بذلك، يتيح للدول التي تتضرر بأن تطالب بمثل هذه التعويضات، خاصة عندما يكون الأمر مقصود، وفي الحالة الإيرانية هو مقصود. وعندما نسمع أيضا، دعني أقول، الدعوات الأمريكية تجاه الصين، لا نعلم إن كانت في مسارها الصحيح أم لا، ولكن عندما يطالب الرئيس الأمريكي بتعويضات من الدولة الصينية، فحتما أنه في هذا المجال هناك قانون دولي يتيح للدول المتضررة بأن تطالب من الدول صاحبة، دعني أقول. أليس الموقف هنا أقوى دكتور النحاس، باعتبار أن واشنطن تطالب بجين بتعويضات لأنها تأخرت في كشف المعلومات أو عتمت على بعضها، لكن هنا مع سبق الإصرار والترصد هناك نقل للفيروس من إيران إلى المحيط؟ نعم، وأتفق مع هذا القول جملة وتفصيل، لأنه الدول الإيرانية نعم تعمدت بشكل مباشر نقل يعني يقول هذا الفيروس، بل وحتى لأنها لم تأخذ احترازاتها عندما نقل من او صعد على هذه الطائرات الاشخاص، لم تاخذ احتياطات، لم تقوم بالكشف على من يغادر على هذه الطائرات لتلك الدول، وايضا مارست نفس الادوار القمعيه تجاه الدول الاخرى عندما تصل لها الطائرات الايرانيه، لان لا يمارس ايضا الفحص على من ياتون على هذه تلك الطائرات. وهنا المسؤوليه مسؤوليه مثبته، وتقرير البي بي سي حقيقه يعطي مجال كبير جدا بان هناك ادله وحقائق استند عليها تقرير البي بي سي. لا يمكن ان يصدق أصدر هذا التحقيق إلا أن تكون هناك معلومات وأدلة، بل وأيضا ما تضمنه التقرير من أنه حتى أطلقوا الطائرات الإيرانية أنهم قمعوا وأسكتوا إجبارا بأن لا يتحدثوا، هؤلاء يعتبروا شهود لدى، دعني أقول، الدول الأخرى إذا ما أرادوا أن رفع قضايا على الدولة الإيرانية والشركة شركة مهام الإيرانية، لأنه قد يستدعوا أمام المحاكم الدولية للإدلاء بشهاداتهم، وبالتالي التعويض سوف يصبح قائما
وسوف وهذا يعني واقع. أقول القضاء سوف يذهبوا بهذا الاتجاه الإيجابي. سنواصل النقاش معكما وكيف يمكن أن يكون التحرك، لأنه البي بي سي قالت بأنه تعقبت الرحلات وتحدثت إلى مصادر داخل طيران ماهان، هم من كشفوا كل هذه الأمور. لكن ازدادت هجمات القرصنة الإلكترونية خلال أزمة كورونا الصحية، مؤسسات علمية وصحية تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية أثناء تطويرها للقاح كوفيد-19، فمن من مصلحته استمرار هذه الجائحة والاستفادة منها؟ دكتور هاشميان، على غرار يعني تجارب شهدناها سابقا لإيران في موضوع القرصنة، هل تعتقد أن لها يدا أيضا في هذا الموضوع للتسلل على البيانات الخاصة بلقاح كوفيد-19؟ بالتأكيد إيران كما تفضلتم لديها سوابق في هذه القضية، وهناك استخدمت مجموعة جدا كبيرة وأعطتهم إمكانيات جدا كبيرة في داخل إيران، أيضا استخدمت خبراء من الروس في هذا الموضوع، وهناك لفترة جدا طويلة أعتقد منذ عام 2011 دخلوا هناك مجموعة كبيرة من خبراء روس إلى إيران وشاركوا في هذه الحركة التي هدفها هو قرصنة معلومات من دول معينة وخاصة من دول غربية أو من دول الجوار. لذلك أنا متأكد تماما أن النظام الإيراني يقف وراء كل هذه الحركات القرصنة الموجودة التي الآن ما مصلحة تظهر إيران في إذن؟ هنا. يعني ما مصلحة إيران إذا افترضنا يعني أنه لها يد في هذا الأمر حسب ما تقول، ما مصلحتها في تعطيل إنتاج لقاح مثلا أو تأخيره؟ يعني لماذا هذه العدوانية باتجاه العالم كله؟ يعني علينا أن ننظر من خلال عقلية هذا النظام. يعني لو نظرنا مثلا لإعلام الولي الفقيه يفتخر بأن هناك أعداد كبيرة من الموتى في الولايات المتحدة، هناك أعداد كبيرة يسقطون في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية، حتى كانوا يفتخرون أن غريبا أنا قرأت هذه العناوين من داخل الصحف الإيرانية، هناك غريبا أن السعودية مثلا ستصيب بالكورونا، أو مثلا دول عربية معينة ستصيب بالكورونا. يعني عقلية هذا النظام مبنية على العدوانية ومبنية على يعني الشماتة بالموت الآخرين ومصائب الآخرين. ما رأيك دكتور النحاس، يعني إذا كانت هذه معلومات متوافرة وهناك توقعات أيضا لا يمكن استخدامها لإدانة إيران، ولكن هل تتوقع منها فعليا أن يكون هناك تعويضات أن ترضخ للمنطق الدولي طالما أنها لم تدفع تعويضات حتى الآن في حادثة الطائرة الأوكرانية؟ نعم، هو الرضوخ الإيراني غير متوقع وغير أيضا متوقع أنها تعترف بأنها قامت بمثل هذه الجريمة الدولية. عهدنا من النظام الإيراني دائما الإنكار وأيضا عدم الانضباط وعدم الالتزام بالقانون الدولي برمته، فما بالك عندما يوجه لها مثل هذا الاتهام، وأيضا عدم التزامها على الرغم من اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، هذا يدل بأن هذا النظام لا يلتزم بالقانون الدولي، ونظام عهدنا منه الإجرام تجاه الجميع، فما بالك أيضا في قضية قد لا تعترف بها وقد أيضا تنكرها، وقد أيضا تلك الدول أيضا بعض الدول قد لا تحمل إيران، يعني أقول بشكل مؤسف قد لا تحملها أيضا المسؤولية، وبالتالي العقوبات الدولية واستمرارها وانضباط المجتمع الدولي في تطبيقها على أرض الواقع لعله أن يعيد هذا النظام إلى على أقل تقدير أو يحجم من الإجرام الذي يمارسه هذا النظام تجاه المجتمع الدولي.
طيب دكتور هاشميان، باختصار انت كرمت، هل تعتقد بأن المجتمع الدولي قادر على إجبار إيران على دفع ثمن أفعالها، بالنظر أيضا إلى ما سبق مع الطائرة الأوكرانية حتى الآن لا جديد؟ أنا أعتقد إيران ليس لها مفر من موضوع الطائرة الأوكرانية. صحيح أن موضوع كورونا أجل معاقبة إيران ومتابعة إيران في هذه القضية، ولكن في النهاية على إيران أن تخضع للقوانين الدولية، خاصة إذا الأمور رجعت إلى حالتها الطبيعية. الآن نحن نعيش في ظل كورونا، نعيش في حالة غير طبيعية، خاصة فيما يتعلق بقوانين الطيران. ولكن عندما رجعت الأمور إلى حالها، إيران عليها أن تخضع لهذه القوانين. شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاشميان من واشنطن الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني. يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضبا داخليا متناميا بسبب سياساته الداخلية والخارجية. أحزاب المعارضة وصفت الحكومة التركية الحالية بالنظام وأيضا نظام القصر، وتوقعت قرب نهاية حكم أردوغان، فيما أطلق أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل المعارض أطلق حملة تهدف للعودة إلى النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي. فهل فعلا باتت النهاية قريبة لمسيرة أردوغان السياسية، أم أن المعارضة تبالغ في تقدير قدراتها، وما إمكانية تحول النظام في تركيا إلى برلماني مجددا؟ باتت نهاية أردوغان قريبة، هكذا تقول المعارضة التركية. ففي حديث متلفز لزعيم الشعب الجمهوري كمال أوغلو، أكد أن الرئيس التركي أردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة. أوغلو أضاف أنه لا ينبغي لتركيا أن تكون تحت حكم رجل أضر باقتصادها وأضعف الديمقراطية بعدم إصغائه لمن يخالفه. ويبدو أن فشل النظام الكارثي في إدارة أزمة كورونا وتحول تركيا للبؤرة الأكبر لتفشي الفيروس في الشرق الأوسط رفع مستويات الغضب الشعبي على النظام، ما دفع بالأتراك للتظاهر في يوم العمال غير آبهين بخطر التجمعات، أو ربما ليقينهم أن سياسات أردوغان أكثر خطراً على بلادهم من الفيروس. والزخم لدعوات إنهاء نظام القصر والعودة للنظام البرلماني يعود بقوة، فخسائر تركيا تحت حكم الفرد تتفاقم داخلياً وخارجياً مع انهيار الليرة التركية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي. والتوقعات بشأن اقتصاد تركيا تزداد قتامة بانكماش بقيمة 5% خلال العام الحالي، ليفقد الرجل الذي راهن طويلاً على ازدهار اقتصادي قدم نفسه عراباً له يوشك أو يكاد يخسر هذا الرهان، فضلاً عن تغييراته في نظام الحكم التي تبدو بدورها في وارد التغيير. فصديق الأمس أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل المعارض حالياً أطلق حملة لتوحيد مواقف الأحزاب في البرلمان للعودة إلى نظام برلماني قوي بدلاً من حكم الفرد الذي أظهر هشاشة واضحة في إدارة شؤون الدولة. أردوغان وفي محاولته للخروج من النفق المظلم الذي أدخل نفسه فيه فتح الصراع على جبهات خارجية عدة، وفي وقت سكتت فيه البنادق حول العالم مع انتشار وباء كورونا زج الرجل بآلاف المرتزقة في جبهات قتال عبثية تحركها أطماع شخصية أو أمجاد عثمانية بائدة. فهل ينقذه هذا من الغضب الداخلي المتنامي، أم أنه سيكتب السطر الأخير في مسيرته السياسية التي راهن على استمرارها طويلاً؟ أهلا بكم مجددا، واصل مع ضيفي عبر سكايب من المدينة المنورة عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، ينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب أيضا الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور بشير عبد الفتاح، من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير صالحة معه. أبدأ دكتور سمير، هل تعتقد بأن هذه التصريحات من المعارضة التركية هي واقعية وأن مسيرة أردوغان شارفت على نهايتها؟ أولا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
يعني طبعا مثل هذا السجال السياسي أو هذا التصعيد ليس جديد، كما نعرف جميعا هو نحن عشناه في تركيا في الأشهر الأخيرة. السبب الأساسي للتصعيد هذه المرة هو ما أطلقته بعض الأصوات في المعارضة، كما تعرف تحدثت عن لوحات في موضوع عملية انقلابية إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه في الداخل التركي، وهذه النقطة هي التي فجرت هذا النقاش. أنا شخصيا أستبعد أنه يكون تدخل تركيا في نقاش في موضوع عملية انقلابية جديدة أو محاولة انقلابية جديدة، لأن الأمور والأجواء الآن تغيرت في تركيا، لكن في حقيقة موجودة على الأرض أنه هذه النقاشات الآن مرتبطة مباشرة بأكثر من ملف يقلق الحزب الحاكم، وربما يدفع المعارضة الآن للتصعيد بين هذه الملفات التي نتابعها، الأزمات الاقتصادية المالية في الداخل التركي، ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة في الآونة الأخيرة، نقاشات شكل النظام الرئاسي إلى العودة إلى البرلماني، أكثر من ملف ساخن الآن يناقش في الداخل التركي بعد تراجع أزمة كورونا. أظن أنه سيكون هناك أيضا مزيد من التصعيد، خصوصا بعد إنشاء أحزاب يمينية صغيرة جديدة كما لكن تعرف. لكن ما هي عوامل القوة سيد الصالح، ما هي عوامل القوة لدى المعارضة؟ يعني عندما يتحدث المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال ويقول إن نهاية نظام القصر كما وصفه اقتربت، ويحذر الموظفين موظفي الدولة والمسؤولين العاملين بأنه سيكون هناك حساب وكأن هذه الحالة ستستمر لاحقا، عودة للسجال وعودة للتصفيات السياسية بين المعارضة وبين حزب أردوغان أيضا. يعني كما تعرف الآن في تركيا نحن لا نناقش فقط قوة الأحزاب السياسية، الآن تركيا ذهبت وراء محورين أساسيين، تحالف الشعب التحالف الجمهور والتحالف الملي، تحالف الحزب الحاكم المدعوم من قبل حزب الحركة القومية وتحالف أحزاب المعارضة في الجهة الثانية، والفارق حسب استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة يقترب كثيرا من بعضه البعض، وهذه نقطة أساسية الآن ربما تدفع المعارضة للتصعيد وتدفع الحزب الحاكم الآن للتحسب والاستعداد لمرحلة سياسية ربما ساخنة في المرحلة المقبلة. الاصطفافات الآن الحزبية برأيي هي التي الآن ستؤثر بشكل أو بآخر على مسار المرحلة السياسية والحزبية المقبلة في تركيا. طيب دكتور بشير، في أي سياق يمكن أن نفهم هذه التصريحات من المعارضة؟ ولا يمكن أن تكون في صالح أردوغان بأن يعدل شيئا ما من أوضاع حزبه وحكومته وبالتالي يقطع الطريق على المعارضة مستقبلا؟ كل التحية لك أستاذ مفرح وللصديقين الدكتور النحاس والدكتور سمير وللمشاهدين الكرام، وكل عام والجميع بخير. ظني أن رهانات الرئيس التركي الآن على الاحتفاظ بالسلطة لم ترتبط بالداخل التركي فقط، هو يعلم أن رصيده يتآكل وأن شعبيته تتراجع وأن شرعيته باتت على المحك. أردوغان خلال أزمة كورونا التي فشل في مواجهتها في الداخل، وبدلا من أن يوجه الجيش للمعاونة وجهه لعمليات عسكرية واستنزافية في الخارج، بات يقدم المساعدات لإسرائيل والولايات المتحدة في محاولة لاستجداء دعمها له. هو يريد أن يغض العالم الطرف عن أي انتهاكات سياسية دستورية للعملية الديمقراطية في قادم الأيام، سواء عبر تقديم موعد الانتخابات وإجراء انتخابات غير نزيهة أو غير ديمقراطية تضمن له البقاء في السلطة، أو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العام 2023 برلمانية ورئاسية بالتزامن، على ألا يتلقى انتقادا لطريقة إجراء هذه الانتخابات. الديمقراطية لم تعد في مصلحة أردوغان بأي حال من الأحوال. صحيح أن المعارضة حتى هذه اللحظة لم تقدم البديل الذي يستطيع أن يطيح بأردوغان، لكنها نجحت في أن تقول للشعب التركي بأنها قادرة على تهديد احتكار أردوغان وحزب العدالة للسلطة، وهذا يبعث على القلق بالنسبة للرئيس التركي. لذلك هو الآن يغزو في الخارج
أملا في أن يقدم للشعب طيب، التركي لكن تغطية دكتور بشير، اقتصادية. ألا يبعث على القلق من وجهة نظرك مستقبل تركيا بشكل عام عندما تتحدث المعارضة وعلى لسان أيضا المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال ويقول هل تعتقدون للجماهير، هل تعتقدون أننا سنبقي فخر الدين ألطون في منصبه؟ هل تعتقدون بأننا نبقي إرباش في منصبه؟ هل ستعتقدون بأننا سنبقي فلان في منصبه بعد أن نسيطر على الأمر؟ يبدو أن تركيا ستسير في مرحلة يعني مجهولة مع سيطرة المعارضة أو سيطرة أردوغان وهناك تصفية حسابات مستمرة. ثمت طريقين للتغيير في تركيا أستاذ مفرح، طريق ديمقراطي وطريق الانقلابات العسكرية. الطريق الانقلابات العسكرية ربما بات صعبا الآن بعدما أعاد أردوغان هيكلة المنظومة الأمنية برمتها والجيش والمخابرات وأوجد قوات موازية بديلة للتصدي لهذه المحاولات منذ العام 2016، ومن ثم ربما أصبح هذا الطريق مسدودا للتغيير السياسي في تركيا. طريق الديمقراطية للأسف الشديد هو الآخر، أردوغان قوضه وأجهز عليه من خلال الانتقال إلى النظام الرئاسي وتعديلات دستورية وتعديلات على قانون الانتخابات تتيح له إدارة العملية الانتخابية بلا شريك والتحكم في الصناديق وأشياء من هذا القبيل. لذلك لا أتصور أن هناك طريق يمكن للمعارضة أو لرافضي وجود أردوغان في السلطة أن يسلكوه من أجل التغيير. حتى الخارج الذي يمكن الرهان عليه يحاول أردوغان أن يسترضيه ويستقطبه ليغض الطرف عن أي انتهاكات وخروقات تضمن بقاء أردوغان في السلطة ولو بطريقة غير ديمقراطية، طالما أنه سيخدم المشروع الغربي لتفكيك المنطقة وإعادة طيب. تركيبها مجددا بما يخدم مصالح الغرب وأردوغان. طيب دكتور النحاس، كان هناك الحديث عن مصالح الغرب كما قال الدكتور بشير، كان هناك مناورة من تركيا بأنه سنؤجل نشر الصواريخ منظومة S-400 وأرسلت معونات طبية إلى الولايات المتحدة، هل تعتقد بأن ذلك سينجح في عملية تصفية الأجواء مع واشنطن؟ لا، ليس بالضرورة، هي قد تكون محاولة ولكن لا أعتقد أنها سوف تنجح كثيرا، على أقل تقدير في إقناع المؤسسات العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت موقفا يبدو أنه ضد أردوغان، خاصة عندما استدعى هذه الأسلحة الروسية والتي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة والمؤسسات تلك تعتبر خطوة ضد التحالف الأمريكي، دعني أقول التركي، أو ضد أيضا حلف الناتو، وبالتالي هذه لا أعتقد أنها سوف تغتفر للرئيس أردوغان مهما عمل في المرحلة المستقبلية. وأعتقد أن الأدوار التي يفترض بأردوغان عملها ويعمل عليها في داخل المنطقة أو حتى في داخل الدول التركية أنها وصلت إلى نهايتها، خاصة مع تعجرف الطريقة التي يتعامل بها أردوغان تجاه، دعني أقول، المجتمع الدولي أو تجاه حتى الداخل التركي، وهذه لا تعجب بأي حال من الأحوال، دعني أقول، صانعي السياسة الأمريكية، وبالتالي مهما عمل لا أعتقد أنها سوف توقف الأمور بين الولايات المتحدة وتركيا. طيب لماذا يذهب أردوغان إلى ليبيا مثلا على مسافة 2000 كيلومتر؟ لماذا تخلى، هذا سؤال آخر، لماذا تخلى عن سياسة صفر مشاكل التي أطرها أوغلو، أحمد أوغلو، ورسم معالم السياسة الخارجية في مرحلة مبكرة للحزب؟ نعم، هي لعلها جانبان. الجانب الأول، أردوغان خلال 20 عاما التي حكم بها توقع أنه عثماني جديد وهو يتبنى هذه السياسة العثمانية الجديدة تجاه دول المنطقة، وظهرت جليا في العام 2009 2010 تقريبا عندما بدأ تدريجيا يتدخل في دول المنطقة وخاصة في القارة الأفريقية، وهذه أوصلته إلى الوهم بأنه يستطيع الفعل ما كان يفعله الأباطرة والإمبراطوريات السابقة ولم يعش الزمن. النقطة الأخرى، يبدو أنه استخدم من قبل بعض الدول الأوروبية وخاصة، دعني أقول، الدول الرئيسية في حلف الناتو للقيام بأدوار معينة في داخل الدولة الليبية، وهذه دعني أقول من الأدوار الاستعمارية التي عهد للدولة التركية أن تعمل عليها في مراحل ماضية، والآن أسندت للرئيس أردوغان بحكم أنه هو يعيش هذا الدور الإمبراطوري، وبالتالي هو قد يكون أداة من الأدوات التي تستخدم من قبل الدول الغربية، وهذه الأداة يبدو أنها في نهايتها. طيب دكتور صالحة، كان هناك انتقاد في الداخل التركي بأنه حتى وإن كان مفهوما على الأقل أن يتحرك أردوغان على الحدود السورية والعراقية أو تجاه الأكراد، لكن لماذا يتجه إلى ليبيا؟ ما الفائدة؟ نعم، هذا سؤال أساسي ومهم برأيي. والرئيس أردوغان كما تابعنا بالأمس عندما
تحدث عن موضوع ليبيا، ربط المسألة بمصالح تركيا الإقليمية، موضوع شمال إفريقيا وموضوع شرق المتوسط. إذن الآن الموضوع الليبي جزء من استراتيجية التحرك التركي الإقليمي، هذه نقطة أساسية الآن تركز عليها أنقرة في طرح سياستها في التعامل مع الملف الليبي. أظن المسألة أيضا تنطبق على أكثر من مسألة إقليمية تعني تركيا، يعني الآن السياسة الخارجية التركية مبنية على سياسة أوسع من أن تكون فقط في التعامل مع ملف محدد في منطقة معينة في منطقة الشرق الأوسط. لكن في عندي إضافة ومساهمة بسيطة في الشأن الداخلي التركي، في حقيقة موجودة على الأرض، أنه المعارضة التركية الآن تستفيد من الإنجاز الذي حققته كما تتذكر في العام المنصرم في الانتخابات المحلية الأخيرة في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وهذه هي التي الآن تدفعها للتحرك تتحرك بشكل أقوى وأوسع. لكن أنا أستبعد أن نرى انتخابات مبكرة إلا إذا كان في حالة طارئة جديدة بشق أزمات سياسية. لكن في الداخل التركي، هل يمكن أن يرضى المواطن من المعارضة يعني فقط لأنها انتهجت نهجا ضد أردوغان؟ لدينا في الاقتصاد الذي كان يراهن عليه السيد أردوغان هناك انهيار للليرة، هناك 5% توقع انكماش، وهناك مشكلة في الديون، يعني كل ما بناه في انتهى الآن، فهل يكفي ذلك لدعم المعارضة برأيك؟ أنا أتفق معك في نقطة أساسية أنت أشرت إليها قبل قليل، أنه في عنا في المعارضة في تركيا أزمة أنها تتوحد في مسائل وتختلف في مسائل أخرى، يعني لا يوجد استراتيجية تحرك مخطط لها مبرمجة في الإطار التعامل مع الملفات الداخلية على مستوى أحزاب المعارضة. هذه أزمة كبيرة ما زالت المعارضة التركية تعاني منها. في عنا نقطة ثانية في غاية الأهمية في الداخل التركي حسب الكثير من استطلاعات الرأي أيضا، أنه الآن علينا التمييز بين شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وشعبية حزبه، في تفاوت بين الاستطلاعات الرأي، الكثير منها يقول أنه شعبية الرئيس أردوغان ما زالت على حالها وهي ربما تتزايد في التعامل بعد بعض الملفات والمواقف، لكن شعبية حزبه في عندها ورطة أنها لم تسجل نقاط ارتفاع في الأشهر الأخيرة. طيب دكتور بشير، التدخل في ليبيا هل كان لإحياء الإرث العثماني أم لدعم الإخوان، أم كما قال سيد سمير صالحة بأنه لتهيئة الأرض المناسبة في إقليم شرق المتوسط والتوسع هناك في موضوع الغاز تحديدا بالنسبة لتركيا؟ كل ما تمت الإشارة إليه أتفق معه، لكني أضيف يعني مسألة أمن الطاقة بالنسبة للدولة التركية. تركيا دولة غير منتجة للطاقة، وهي دولة تحاول أن تكون صناعية في الصناعات المدنية والعسكرية، وهي بحاجة ماسة إلى الطاقة. أمن الطاقة بالنسبة لتركيا في ليبيا يشمل أمرين، الأمر الأول الداخل الليبي حيث النفط، ستكون هناك عملية إعادة تأهيل للصناعة النفطية الليبية، تتطلع تركيا أن يكون لها دور محوري ومن ثم تحصل على العائد. هناك أيضا شركات تركية عديدة واستثمارات تتخطى 20 مليار دولار. والشق الثاني في أمن الطاقة هو شرق المتوسط. كما نعلم تركيا دولة مراوغة لم تلتزم بالاتفاقات الدولية لترسيم الحدود البحرية، تريد أن توسع مياهها البحرية في شرق المتوسط، عسى أن تجد بئرا للنفط أو الغاز، لأنها حتى هذه اللحظة لم تعثر على بئر نفط أو غاز، ومن ثم هي تراهن على توسيع الحدود من خلال ليبيا. هناك نقطة إضافية وهي إزعاج مصر من جهة الغرب. كما نعلم هناك خلاف مصري تركي، وتركيا تستخدم جماعة الإخوان كذراع من أجل إزعاج الدولة المصرية. إذا ما نجحت تركيا في التموضع العسكري على الأراضي الليبية، تستطيع أن تزج بهذه الميليشيا والعناصر الإرهابية والمرتزقة إلى الأراضي المصرية. لكنه في خطاب له أردوغان قال بأنه لماذا أتساءل عن لماذا تكره الشعوب العربية وحكامها، لماذا يكرهون تركيا؟ هل هذا واقعي؟ هل هناك كره لتركيا لشعب تركيا، أم أن الكره هو لسياسات رجل واحد فقط هناك؟ على الإطلاق يعني لا يوجد كراهية لتركيا. تركيا دولة مسلمة يجمعنا بها تاريخ، نختلف أو نتفق على مجريات هذا التاريخ، لكن تركيا في نهاية المطاف من الناحية الاستراتيجية هي عمق استراتيجي للدول الإسلامية. الشعب التركي لا يمكن أن يتحمل مسؤولية سياسات نظامه. مشكلتنا الآن مع نظام يحكم تركيا يتبنى سياسات
تقوض مصالح الدول العربية، ويتحالف مع إسرائيل والغرب ضد الدول العربية بالأساس، يحاول أن يتواطأ في مشروع تفكيك منطقة الشرق الأوسط وتفكيك جيوشها الوطنية وتشكيك الدول وتهديد وحدتها الترابية من أجل خدمة مصالح إسرائيل وهذه الدول الغربية، ولن يناله من غنائم سوى الفتات. نحن لا نكره تركيا ولا نكره الشعب التركي، وإنما نرفض سياسات النظام الحالي في تركيا، وأعتقد أن قطاع واسع من الشعب التركي يتفق معنا في هذا الأمر وينتقد سياسات أردوغان حيال الدول العربية والإسلامية، لأنه بالمناسبة هو الذي يخسر وليس الدول العربية والإسلامية. طيب دكتور النحاس، يعني هل يستقيم هكذا طرح بأنه الجميع في المنطقة يكرهون تركيا، في حين أن هناك الكثير، ربما عشرات الألاف أو مئات الألاف من الأتراك موجودين في المنطقة العربية؟ نعم، وهذا يدل كما تفضل الدكتور بشير بأنه لا يوجد إشكالية بين الحكومات العربية، دعني أقول بالمجمل، والشعب التركي. ولكن هذا الرئيس في الدولة التركية هو يلعب أدوار، كما قلنا، قد تكون أدوار تاريخية وقد تكون أدوار أيضا لدول أخرى، أدوار استعمارية خاصة، وإذا علمنا بأنه علاقاته يعتبر الدولة الأولى في، دعني أقول، في المنطقة علاقات قوية مع إسرائيل. ونعلم بأن إسرائيل مهما تواجدت في المنطقة سواء في الوقت الحاضر أو حتى في المستقبل ستظل عدو للأمة العربية والأمة الإسلامية سواء في مصر أو في الأردن وفي غيرها من المناطق. وبالتالي هي سياسة أردوغان، ودعني أقول تبنية للنهج المتطرف، دعمه لتنظيم الإخوان، تبنية للقاعدة، إقامة علاقات متجذرة مع النظام الإيراني المتطرف في المنطقة، كل هذه تجعل من هذا النظام عدو لجميع الحكومات العربية وجميع الشعوب العربية، وبالتالي كيف يمكن أن يقام علاقات. أما الشعب التركي فهو مرحب به تاريخيا في هذه المنطقة العربية، وما زال ولدينا قد يكون ليس فقط مئات الألاف وإنما الملايين في داخل الدول العربية يعملون كإخوة للشعوب العربية. ودعني أقول جل الشعب التركي هو رافض لهذه السياسات المتطرفة الذي يعاني في الداخل، والتطرف الذي مارسه حتى في الداخل التركي من، دعني أقول، طيب على المعاناة في الداخل دكتور النحاس، يعني هناك أصوات في الداخل التركي حذرت من هذا الاستقطاب السياسي وقالت بأنه في النهاية ستكون اشتباكات بين أنصار المعارضة وبين أنصار حزب أردوغان أو أردوغان نفسه، يعني ألا يقلق هذا على مستقبل تركيا؟ لا شك أنه سوف قد يكون قريب هذا الاشتباك في مرحلة مستقبلية، خاصة مع ضعف الاقتصاد ومع نزول سعر الليرة بشكل كبير جدا، وإذا ما استمرت هذه الجائحة أيضا قد يؤدي إلى كثير من المشاكل الداخلية، خاصة عندما لا يصبح للشعب التركي صوت كما كان في المراحل الماضية عبر البرلمان. هذا البرلمان الذي أصبح صوت أردوغان كما هو رئيس، كما هو أيضا رئيس للبرلمان بشكل أو بآخر. وبالتالي نعم، المعارضة سوف يكون لها صوت، وهذا ما نتمناه حقيقة في أي دولة، أن يكون هناك صراع داخلي، ولكن أردوغان يقود الدولة التركية إلى نزاعات وصراعات داخلية، وقد، دعني أقول، قد يكون هناك حركة عسكرية في الداخل التركي في مرحلة مستقبلية من الجيل الشاب في داخل الجيش التركي، أو حتى من القوات الأمنية الداخلية، وخاصة إذا ما علمنا بأن هناك الكثير من الأقليات ومنهم الأكراد الذين لا يحبذوا سياسة أردوغان والسياسة، دعني أقول، سياسة العزلة التي يمارسها تجاه الشعب التركي تجاه المنطقة. دكتور سمير صالحة، باختصار، هل تعتقد بأن هذا هو وضع محتمل في ومتوقع في تركيا، أن تكون هناك تنظيمات مسلحة؟ أنا لا أظن إطلاقا أنه بعد الآن سيكون هناك في نقاشات في الداخل التركي حول موضوع احتمال حدوث انقلابات عسكرية أو غيرها. الآن الأمور تغيرت تماما في تركيا، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 4 أعوام كما تتذكر. طيب سأمر معك على في موضوع، نعم نعم نعم، تفضل إن كان في هناك تكملة، لأني أريد أن أمر سريعا على سؤالين معك ومع دكتور بشير. طيب كان هناك حديث باختصار، انا اتفق، نعم نعم، تفضل. المعذرة، تفضل يا دكتور سمير. كنت اريد ان اقول لك فقط انني انا ايضا اتفق مع مقولة انه لا يوجد هذه الخلافات في العمق بين الشعوب، الشعبين العربي والتركي. ما يجري برايي هو الشعوب العربية والتركية، هو احتقان باسباب تباعد سياسي في قراءة والتعامل مع ملفات كما نعرفها، سواء كان على مستوى ثنائي او على مستوى. طيب لكن هذا الاحتقان هو موجود في الداخل دكتور سمير، يعني اذا كان كل الدول كانت تحاول ان تاخذ اي مساعدات في موضوع كورونا، لكن اردوغان رفض مشاركة البلديات، وهذا ما انتقده مثلا مصطفى ينار اوغلو عضو البرلمان الذي استقال وانضم للمعارضة، يعني لماذا؟
صحيح. هذه المسألة الآن ما زالت حتى الآن تناقش في في تركيا، في موضوع أنه لماذا أصرت السلطة السياسية على أن تقود كل الملف في موضوع التعامل مع كورونا. وأظن هذا أيضا سيكون له ارتداداته سواء كانت السلبية أو الإيجابية في الداخل التركي. لكن في نقطة أهم وأبعد من ذلك الآن في الداخل التركي أيضا ستناقش في المرحلة المقبلة، أنه هل هذا التوتر الآن الذي نعيشه سيتحول إلى اصطفافات أوسع أم لا بعد الخروج من أزمة أو جائحة كورونا. هذه النقطة ما زالت غير واضحة حتى الآن. ما رأيك دكتور بشير؟ تقول أنه نعم، ما رأيك دكتور بشير، هل سيكون اصطفاف أكبر بعد كورونا؟ بداية أستاذ مفرح دعني أودي بدلوي في مسألة حملات تبرعات المعارضة بشكل سريع رجاء لأنه الوقت يداهمنا. حاضر. نعم. حاضر. حالة الانكشاف السياسي والانتخابي الفجة التي يعاني منها أردوغان جعلته أكثر حساسية حيال جهود المعارضة. هو يظن أن هذه الحملات من قبل المعارضة قد تؤتي أكلها، لا سيما وأن استطلاعات الرأي أثبتت رضاء الشارع التركي عن الولايات والمدن التي يحكمها معارضون لأردوغان وحزبه، أدائهم كان أمام كورونا أفضل بكثير من الولايات والمدن التي يحكمها تابعون لحزب العدالة. ماذا عن أحمد داود أوغلو؟ هو يطالب بالعودة ويحشد الآن في البرلمان لعودة إلى النظام البرلماني، هل تعتقد بأن تركيا ستعود لهذا النظام؟ الشعب التركي ربما عن بكرة أبيه يريد ذلك، لكن المشكلة تحكمها اعتبارات دستورية، لابد أن يمرر هذا الأمر عبر استفتاء شعبي ومن قبله عبر البرلمان، ولا يزال البرلمان الآن تحت سطوة تحالف حزب الحركة القومية مع حزب العدالة والتنمية، حيث الأغلبية التي تضمن تمرير هذا الأمر ولو من خلال داخل البرلمان ثم الخروج بعد ذلك إلى الاستفتاء الذي تشرف على إجرائه السلطات الموالية لأردوغان. نعم. لذلك العائق سيكون عائق يعني مؤسسي برلماني، لكن مع الضغط الشعبي القوي يمكن أن تتغير الأمور. أليس باعثا على الحنق دكتور النحاس وبشكل كبير أن يرفض المساعدات من البلديات أو من المعارضة في عملية احتواء كورونا؟ لا شك أنه مثل هذا من الأمور التي تدعو إلى التعجب أيضا حقيقة، كيف له أن يذهب مثل هذه الاتجاهات والداخل التركي والشعب التركي يعاني كثيرا؟ هل هذا يعني الطموح السياسي يجعله يضحي بالشعب التركي؟ هل رغبته في إسقاط منافسيه يجعله يضحي بالشعب التركي؟ هذه حقيقة أمور تدعو دعني أقول تدعو الشعب التركي قد يكون إلى مزيد من الحنق ومزيد أيضا من التحرك ومزيد أيضا من دعني أقول المواجهة المستقبلية مع الرئيس أردوغان وإسقاطه بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم النحاس، عضو مجلس الشورى من المدينة المنورة كنت معنا، وأشكر من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبد الفتاح، ومن اسطنبول شكرا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول دكتور سمير صالحة. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا بمشيئة الله، كونوا بخير.